السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام لاستعراض أبرز ما جاء في طيات الصحافة المحلية لمملكة البحرين لهذا اليوم الثلاثاء الموافق للثالث والعشرين من شهر يونيو لعام 2020. على الله توكلنا مشاهدينا، ونبدأ مع عناوين صحيفة الأيام والتي بيّنت: مجلس الوزراء تلبية الطلبات الإسكانية القديمة والمتأخرة، ناصر بن حمد يأمر بدعم وتسهيل احتياجات عربات الأطعمة المتنقلة، ومع صحيفة الوطن والتي بيّنت: مجلس الوزراء أمن مصر كل لا يتجزأ من الأمن العربي، 125 مليون دينار دخل ممتلكات في عام 2019 بارتفاع 211%. وإلى صحيفة أخبار الخليج والتي نشرت في صفحتها الأولى لهذا اليوم: إجراءات لدعم وحماية الصناعة الوطنية، إقامة الحج بأعداد محدودة جدا للمقيمين في المملكة العربية السعودية. ومع صحيفة البلاد والتي نشرت: برلمانية التحقيق في الإسكان تشيد بتوجيهات سمو رئيس الوزراء، إنشاء محكمة للدعاوى الإيجارية. إلى أبرز ما جاء في ملف كوفيد-19، حيث نشرت صحيفة البلاد أن وزارة الحج بالمملكة العربية السعودية أعلنت في بيان لها أنه تقرر إقامة حج هذا العام بأعداد محدودة جدا للراغبين في أداء مناسك الحج لمختلف الجنسيات من الموجودين داخل المملكة العربية السعودية، وذلك حرصا على إقامة الشعيرة بشكل آمن صحيا لضمان سلامة الإنسان وحمايته من هذه الجائحة. نطالع من صحيفة الوطن أن وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أكد تأييد مملكة البحرين التام للقرار الذي قامت باتخاذه المملكة العربية السعودية باقتصار موسم حج هذا العام على المواطنين والمقيمين المتواجدين في المملكة العربية السعودية، وذلك في إطار الإجراءات الاحترازية النوعية التي تقوم بها حكومة خادم الحرمين الشريفين للحد من انتشار فيروس كورونا. هذا ولفتت صحيفة الوطن أن وزير الأعلام علي الرميحي أكد لدى مشاركته في الجلسة الافتتاحية للملتقى الإعلامي العربي، والذي جاء تحت عنوان الأعلام في ظل المتغيرات، أن الأزمة العالمية الحالية المتمثلة في انتشار فيروس كورونا جعلت المعادلة الصعبة بين الحفاظ على الخط الفاصل وبين التهوين والتهويل. بيّنت صحيفة الأيام أن وزيرة الصحة فائقة الصالح أكدت خلال ترأسها الاجتماع الأول للجنة الوطنية لمكافحة الأمراض المزمنة غير السارية على ضرورة تكثيف برامج التوعية والتثقيف للأشخاص الذين يعانون من الأمراض المزمنة وتحذيرهم من التعرض لفيروس كورونا. هذا وبيّنت صحيفة أخبار الخليج أن وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني أكد على أهمية إسناد القطاعات الاقتصادية الأكثر تأثراً من جائحة كورونا لتحقيق الأهداف المنشودة والمشتركة. هذا وكتب الكاتب محميد المحميد مقالا في صحيفة أخبار الخليج بعنوان: حكاية 6000 مواطن، شكرا للخارجية. فإلى أبرز ما جاء في هذا المقال. 14 دقيقة هي مدة الفيلم الذي يبين جهود وزارة الخارجية في مواجهة فيروس كورونا كوفيد-19، ويبرز قصة من قصص نجاح فريق البحرين وكيف تم إعادة المواطنين الموجودين في الخارج. جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه
أكد قائلاً: همنا الأول هو سلامة الوطن والمواطن، وهي المقولة التي تكتب بماء الذهب، وتبين كيف أن قائد الوطن ووالد الجميع يكون الهم الأول والشغل الشاغل لديه هو سلامة الوطن والمواطن. سمو رئيس الوزراء حفظه الله صرح قائلاً: لن يهدأ لنا بال حتى إجلاء آخر مواطن في الخارج، وهذا هو عزم وإرادة الرجال الذين يحفظون الأمانة والمسؤولية ويتابعون شؤون المواطنين. سمو ولي العهد حفظه الله قائد فريق البحرين الذي نجح في تحقيق التميز وتجاوز التحديات وجعل من كل مواطن عضوا فاعلا في فريق البحرين. فيديو وزارة الخارجية نقل المشاعر الصادقة واللحظات الإنسانية والجهود المضنية وكيف واجه فريق الوزارة التحديات بخطة عمل مدروسة قادها الدكتور عبد اللطيف الزياني وزير الخارجية، وكيف كان دور السفارات البحرينية في الخارج والجنود المجهولين في الوزارة. هذا ونشرت صحيفة أخبار الخليج صورة التقرير اليومي لفيروس كورونا في مملكة البحرين. وفي الشأن العقاري نقرأ من صحيفة البلاد أن غرفة تجارة وصناعة البحرين وجمعية التطوير العقاري البحرينية وقعتا يوم أمس مذكرة تفاهم تهدف إلى تنفيذ دراسة شاملة للتحديات والصعوبات والمحفزات للقطاع العقاري في المرحلة الراهنة ووضع خريطة طريق للسوق العقاري بعد جائحة كوفيد-19. كما ونقرأ من صحيفة الأيام أن شركة مطار البحرين أعلنت عن تطبيق المزيد من إجراءات السلامة والتدابير الاحترازية للحفاظ على سلامة الركاب وكوادر العمل بمبنى المسافرين في مطار البحرين الدولي. هذا وبين صحيفة البلاد أن مدرسة الحد الثانوية للبنات فازت بالمركز الأول في مسابقة أولمبياد المدارس لأهداف التنمية المستدامة لريادة الأعمال والابتكار، وذلك عن فكرة مشروع حول تصميم غلاف معقم للهاتف الذكي. نطالع من صحيفة الأيام في إحدى صفحاتها أن المكتب الإعلامي لإمارة دبي بالإمارات العربية المتحدة أعلن عن فتح أبواب الإمارة أمام الزائرين من السياح بدءا من 7 يوليو القادم. نشرت صحيفة أخبار الخليج صورة لسعوديين وهم يحتفلون بعودة الحياة الطبيعية بعد انتهاء حظر التجول الذي كان مفروضا في أنحاء المملكة بسبب جائحة فيروس كورونا. إلى الأخبار المنوعة في الصحف المحلية لمملكة البحرين لهذا الصباح، حيث بين صحيفة الأيام أن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب، مستشار الأمن الوطني، رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة، أمر بدعم وتسهيل العقبات أمام النشاط التجاري الشبابي، خاصة عربات الأطعمة المتنقلة، ووضع الأطر والنظم وتطوير البنية التحتية لإنعاش هذا القطاع. صحيفة أخبار الخليج نقرأ أن وزارة شؤون الشباب والرياضة ومؤسسة إنجاز البحرين وقعتا اتفاقية تعاون مشترك تنص على انتفاع مؤسسة إنجاز البحرين من مبنى مركز الإبداع لمدة 5 سنوات، وذلك بهدف الارتقاء بالشباب البحريني في مختلف المجالات عبر جملة من البرامج والفعاليات والأنشطة الموجهة إلى القطاع الشبابي. ومن جانب آخر نطالع من صحيفة البلاد أن المجلس الأعلى للقضاء أصدر قراراً بتشكيل المحاكم الجديدة للعام القضائي للعمل به في منتصف شهر يوليو المقبل،
وبموجب هذا التشكيل يتولى رئاسة الدائرة الأولى بمحكمة التمييز المستشار عبد الله البعينين. أمان عنوان مقال للكاتبة طفلة الخليفة، فإلى سطور هذا المقال. تتعرض مصر اليوم لمحاولة للنيل من أمنها واستقرارها ووحدة وسلامة أراضيها، ومع أن مصر قادرة على دحر كل المحاولات المهددة لأمنها، لأنه لا بد من موقف موحد من قبل الدول العربية لمساندة مصر والوقوف معها صفا واحدا. أعلنت البحرين الموقف المساند بكل صراحة ووضوح، وقد أكد نواب وشوريون في البحرين أن مصر صمام أمان المنطقة، ودعم البحرين لها استحقاق وواجب، ونحن نتشارك معها في وحدة المصير. أن تأييد البحرين لما تضمنه خطاب الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بشأن حق الدفاع عن الأمن القومي تجاه تطورات الأحداث في ليبيا يعكس الاهتمام بالأمن القومي العربي وضرورة استعادة الأمن والاستقرار على الساحة الليبية باعتباره جزءا لا يتجزأ من أمن واستقرار مصر والوطن العربي. هذا ونشر صحيفة الوطن مقالا للكاتب فريد أحمد، والذي جاء بعنوان تجاوزات كبار قطر، وقال فيه ما يلي: التصرفات التي يمارسها بعض كبار قطر في الخارج وفي الداخل، وتتناقل أخبارها التي تملأ كل الأجواء مختلف وسائل الإعلام والتواصل في العالم، لا تسيء إلى قطر وحدها، ولكن إلى جميع دول مجلس التعاون وإلى العرب كافة. فتلك التصرفات التي تتجاوز القيم والأخلاق والمرفوضة شرعا ومنهاجا تجعل كل من يعلم بها ينظر إلينا بطريقة غير لائقة، فطبيعة الشر أنه يعم طالما أن الذي قام بتلك التصرفات خليجي. لذا فإن الطبيعي هو أن العالم يعتقد أن كل الخليجيين كذلك. كل ممارسة سالبة يقوم بها خليجي من أي دولة من دول مجلس التعاون يسيء بها إلى أهله وإلى دول المجلس كافة، ولهذا فإن أهل الخليج العربي يراعون هذا الأمر ويحرصون على عدم التجاوز. وإلى المحطة الأخيرة مع فن الكاريكاتير من صحيفة البلاد. وبفن الكاريكاتير مشاهدين نكون وقد وصلنا إلى ختام الجولة الصحفية لهذا اليوم. شكرا لكم على طيب المتابعة، وإلى اللقاء.